هلا طيب حياك الله. صوتك صوتك قول ايش يقول خير شجري قول انت اللي قول ايش فيك نعم عايشين وناكل ونشرب واللهم انصر على لبنان لبنان اي والله اهم شيء هذا اهم شيء والله حبيب تعال صادق بس انت قاعد تاكل ايه وتشرب نعم والفقير الفقير ما طول باقي قاعد غير هو يقوم على حيله ويدور له شغله يبيع له ميه بارده جاير يشتغل حمال ما بيش ما هو يبيع ميه بارده على قولتك نعم جاير يبيع ميه بالشارع جاك الذيب وجاك الواوي قوم منا نعرف احنا هذا الشيء بس احنا نطلع ببغداد نطلع بمحافظات فتح بسطيه بالشارع من تجي عليك هنا الحكومه قيمان وين افتح هنا لو هنا راح يقول لك هناك فتح زين. وتفتح وتطلع عيشتك بس قول يا الله ونعم بالله اي شلون السوق ارتفاع له ارتفاع بالسوق قوي 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 ليش شو اسمه الطماطه اليوم ب 1400 زينه طماطه البوتيتا ب 1400 زينه قبالي هاي طماطه مو عراقيه مو عراق هذه العراقيه بيش ما عندنا عراقيه هسه والافضل مستورد له عراقيه لا العراقي ليش ماكو؟ ماكو هس حاصل ماكو هسه بعد عراق انتهى ولا هو صيفي ولا هو شتاي كل المخضر العراقي ماكو كله ماكو هسه بقت يعني المخضر دخل ياخذونها حتى المخضر ياخذوه؟ ما نريد من الله احنا نريد مو من يوم ونعم بالله ايوه ونعم رب العزه كانت من زمان ايه ادعو صاحب ود العصر والزمان بس الحمد لله وان شاء الله خير حياك الله حبيبي خالد